احنا اخوات ودم واحد وعرق واحد واصل واحد، واللي هيحاول يفرق بينا مش هينولها ابدا. انا لو لقيت اي حد بيتعدى على جامع هموت، هموت نفسي علشان واحنا لا يمكن نسمح لحد يتعدى لا على مسجد ولا على كنيسه، لان احنا كلنا واحد والدين لله والوطن لينا كلنا، محدش هيفرقنا. ما تخافوش من الالسنه اللي بتطلع في الميديا وتتكلم دي، دول ناس ماجوره، ناس عندهم اهداف شخصيه واهداف تنظيميه بيحاولوا يحققوها، لكن ان شاء الله شعب مصر مش هيسمح لهم ابدا. ان شاء الله هنفضل كلنا واحد، اللي بيحاولوا يفرقونا هم الخسرانين. انا مبسوطه علشان القلب ده، ومبسوطه عشان الحب اللي جواكي. واحنا والله يا بنتي شعب مصر كله واحد، شعب مصر كله قلبه طيب، مسلم ومسيحي الاثنين دم واحد وقلب واحد واصل واحد، واحنا كل لو دورنا على اصلنا هنلاقي اصلنا قبطي مسيحي، كلنا واحد. مش هيحاولوا يفرقونا، مش هيحاولوا ابدا يقسمونا، احنا واحد وهنفضل طول حياتنا ضدهم وضد اعمالهم، والاسلام بريء من اللي بيقولوه يا رب ومن اللي بيعملوه. كلها زي والله مصر كلها احلى مني بكتير، انا اتمنى ان احنا نكون يا رب باذن الله كلنا واحد وعلى قلب رجل واحد. أمين. وان شاء الله باذن الله هنتحدى كل الصعاب اللي بنمر بيها. احنا فعلا بنمر بوقت صعب، لكن ان شاء الله بقلوبنا الجميله اللي متفاهمه مع بعض ان شاء الله هنعدي كل ازمه باذن الله، وان شاء الله مصر هتنتصر وثورتنا هتنتصر، وهيفضل شعب مصر دايما دايما هو في الصداره وفي المقدمه بشعبه بالناس الجميله اللي زيكم، مسلم ومسيحي دم واحد عرق واحد ايد واحده، بلاش ايد المكسوره خليها لك. ربنا يوفقنا جميعا ويوفقكم ويجمع بينا يا رب بالحب وبالجمال وبالطهاره اللي جوه قلوبنا، اللي الناس التانيين الوحشين عايزين يحرمونا من حبنا لبعض، وده مش هيحصل.